كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتية الدكتور هلال مساعد الساير والسادة أعضاء الجمعية، وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد. هذا كما أطلع سموه رعاه الله على آخر مشاريع وإنجازات الجمعية في مجال العمل الخيري والتطوعي. وقد أشاد سموه رعاه الله بالدور الإنساني الرائد لجمعية الهلال الأحمر الكويتية والقائمين عليها بما تقدمه من أعمال الخير والتي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وتوارثتها الأجيال، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد. حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.